لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز لان التوفيق بيد ربي سبحانه. ثانيا نشكر اللاعبين كثير على المجهودات اللي بذلوها خاصه طيله هذه المباريات هذه، يعني اليوم كانوا في المستوى، لعبوا مباراه قلب، كان حماس كبير، ضحاوا كثير فوق الميدان، كان فوز صعب كما نحبوه لان الفوز الصعب يكون حلو كثير. الحمد لله يعني سجلنا هدفين، رجعوا لنا في المباراه ولينا دافعنا ب 10 لاعبين طيله يعني ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. في الاخير يعني بصراحه كان طعم الفوز كان حلو كثير، لان ما يخفالكش باللي هاد الاولاد هادو راهم يعانيوا وراهم يخدموا في ظروف صعبه جدا. كنت تكلمت ان ميدان التدريب ماهوش يعني صالح الفريق مثل مولوديه وجده اللي راح يلعب كاس العرب. نفس الشيء لانكس ماهيش واجده، الملعب الكبير ما عندناش ندربوا فيه، بصراحه يعني الظروف صعبه جدا. نتمنى ان شاء الله يجبروا حل لهذا المشكل هذا، خاصه المسؤولين يعني على المولوديه. الهدف تاع المولوديه هذا الموسم تعرفوا احسن مني، يعني بصراحه المولوديه هذا الموسم فقدت اكثر يعني من 6 لاعبين اللي عندهم قيمه كبيره في الفريق واللي كانت عندهم خبره كبيره. من ركائز الفريق راحوا 6 لاعبين اللي تراك تعرفهم، خافي، كامارا، نفاتي، قاسمي، حركاس، زيد بوشنا. يعني ظروف صعيبه، يعني عاودنا الفريق تقريبا باكثر من 60%. بدينا التدريبات متاخرين، مباريات وديه ماهوش موجوده، دخلنا في البطوله يعني بظروف صعبه، مع عندنا ريتم المباريات، مع عندنا ريتم المنافسه، مع عندنا ولا شيء. الحمد لله ربي يوفق فينا. زوج مباريات يعني خارج الديار على الاقل يعني التعادل كان بطعم الفوز. اليوم فوزنا، انهزمنا داخل الديار. نظن هذا يعني انا تكلمت هذا الشيء باش ناقوس الخطر، يعني اليوم راني نهضر ندق ناقوس الخطر للمسؤولين والمشرفين على النادي هذا باش يوقفوا في الوقت المناسب، لان لو نتاخر في المستقبل بصراحه راح يكون يعني تروطار كما نقولوا. ان شاء الله يشوفوا الظروف على الاقل يعني لو مينيموم لازم نريغليو يعني المينيموم باش نقدروا نمشيو للامام ويكون عندنا طموح كبير، لان احنا بصراحه اليوم ماذا بينا مولوديه وجده تمثل الكره المغربيه في كاس العرب، لان عندها تاريخ، فريق اللي عنده تاريخ كبير وماضي يعني زاهر. ان شاء الله الانصار يوقفوا خلاف مع اللاعبين ويوقفوا معاهم، لان اليوم ضحاوا من اجل الانصار وجاونا البارح وهم مشكورين، جاونا لاخر حصه. ولكن الاراده والعزيمه ما تكفيش في المستقبل، لازم دعم معنوي، دعم مادي، ظروف العمل تكون مهيئه باش الفريق يعني يوصل حتى على الاقل يوصل للمركاتو، باش نعاودوا يعني التشكيله نزيدوا نصلحوها كثير خاصه في المناصب اللي تخصنا. وان شاء الله بهذه يعني الانتدابات اللي يكونوا ان شاء الله في المستقبل الجاي الظروف العمل تهيئ، لما لا يكون عندنا طموح كبير باش نمثل الكره العربيه، الكره المغربيه احسن تمثيل في المحافل العربيه ان شاء الله، ويكون عندنا طموح اكبر باش ننهيوا البطوله في ما بين الاوائل. ولكن في الظروف هذه يعني بصراحه ظروف صعبه جدا، وعلى هذا نزيد نكرر ونختم باللي نشكر اللاعبين كثير اليوم اللي ضحاوا، برافو برافو اللي ضحاوا فوق الميدان، شفتوهم كيفاش تعذبوا يعني حتى اخر ثانيه من عمر المباراه، كيما داروها في اسفي، كيما نفس الشيء خدموها في المباريات اللي فاتت. عرفوا كيفاش يخلقوا لحمه، عرفوا كيفاش يخلقوا يعني مجموعه منسجمه، مجموعه اللي يحبوا بعضهم البعض وحابين يعني يشرفوا الوان النادي وكل مقومات النادي. ولكن اليوم لازم التفاته من عند المسؤولين هذا اللاعبين هذو ان شاء الله. الحمد لله انتصار كيزكي العمل اللي كنقوموا به، الحمد لله اللاعبين دخلوا المباراه واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم، وين باننا تابعنا واحد المدينه كنتمنى اننا نفرحوها. الحمد لله اليوم الدراري تقاتلوا ميم نقص العدد، بقينا متشبتين بالامل ديالنا. انتصار كان هذا الجمهور الكبير اللي جاء هذه السيمانه سالنا بزاف، كنشكره وكان هذا الانتصار هذا كان هذا جميع المكونات فريق المولوديه الوجديه، وشكرا. السلام عليكم. المباراه الحمد لله دوزت كيف قلنا كنفكروا، قلنا كنقلبوا على ذاك الرباح اللي مهم، باسكو قلنا في ثلاثه الماتشات قلنا مازال ما ربحنا. الحمد لله اليوم ربحنا و الدراري فرحانين، وان شاء الله نكملوا في هذه الاجواء اللي حنا، وبغينا نفرحوا الجمهور المولودي ديال وجده، وان شاء الله يكون خير في الماتشات اللي ماجيين ان شاء الله. كلمه للجماهير الوجديه. جمال الوجديه ان شاء الله حنا معاكم، حتى انتم خصكم تكونوا معنا بحال اللي جاو يشجعونا هذاك النهار في لونترينمون.
وان شاء الله مازال نفرحهم في لافيني. فاول حاجه كنشكر اللاعبين اللي اليوم بكل صراحه قدموا اداء في المستوى، رغم ان الشوط الثاني يعني تلقينا واحد بطاقه حمراء اللي ضد مجرى اللاعب ما كناش كننتظروها، شويه صعبت علينا الماموريه في الشوط الثاني، ولكن الحمد لله الدراري بقاو مامنين بالحظوظ، بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا. الحمد لله هاد النتيجه هذه غتزيد تدفعنا للقدام وتخلينا نخدموا في اريحيه. فمره اخرى كنشكر جميع اللاعبين اللي قدموا واحد القتاليه وواحد المردود اليوم جيد، ظهروا بصوره جيده اليوم. فالحمد لله هنيئا لنا وهنيئا لجميع مكونات الفريق. هذا الانتصار كنهديه للجماهير الوجديه. شكرا للجماهير الوجديه. واول حاجه كنشكروهم حتى هما حيت ديما مساندينا لا في السراء ولا في الضراء. كنزيد نقول لهم يزيدوا يصبروا علينا ويزيدوا يدعمونا ويشجعونا، وان شاء الله ما غنبخلوش عليهم المجهودات ديالنا، حنا غادي نعطيو افو ان شاء الله. Je pense que c'est disons trois points importants pour nous. On avait besoin de ça depuis le début de la saison. On avait besoin de prendre les trois points. Et Alhamdoulilah, on a eu les trois points. Et je pense qu'on va continuer comme ça, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.